السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنبتدي النهاردة شابتر 4 وهي ليكتشر 5، بتتكلم على الأوبريشن أون داتا. احنا المرة اللي فاتت خدنا ازاي نمثل الداتا، المرة دي هنعمل عليها أوبريشن. يعني ايه؟ يعني زي مثلا بمنتهى البساطة، انت في الماس بتعملي بلس وماينس وهكذا. طيب يبقى احنا بقى هنا هنتكلم على ايه؟ الكمبيوتر. فالكمبيوتر طبعا في برضه بلس وماينس وكل حاجة، فعايزين نشوف والديفيجن وكل حاجة. ما احنا بنعمل كل حاجة بالكمبيوتر، عايزين نعرف الحاجات دي بتتعمل ازاي. احنا طبعا ايه خدنا قبل كده الايه التمثيل بتاعها، فهنشوف احنا مثلنا الارقام خلاص. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هناخده ان شاء الله في الايه في الشابتر ده ان شاء الله. الليكشر دي بعد ما نخلصها هنلاقي ان احنا المفروض نفهم الحاجات دي. list of the three category of operation performance on data perform an unary and binary logic operation on bit pattern. ده زي ايه؟ زي النوت، زي الاند والاور والاكس اور، هنشوفهم ونتعرف عليهم ان شاء الله. هنعمل distinction between logic shift operation and arithmetic shift operation، هنشوف ايه الفرق ما بينهم بيتعملوا ازاي. بعد كده هنعمل perform logical shift operation on bit pattern. بعد كده هنعمل understanding some application of logic and shift operation such as setting and setting و flipping bit. بعد كده هنعمل perform arithmetic shift operation on integer where there are stored in two's complement format. ان شاء الله هنكون ايه كده خلصنا الشابتر. طيب الاوبريشن اون بايت، الاوبريشن اون بايتس عندنا نوعين، الاريثماتيك واللوجيك. يبقى بنقسمهم لحاجتين، اللوجيك يبقى اند اور واكس اور ونوت والكلام ده كله. اريثماتيك بقى ان احنا ازاي نجمع، ازاي نعمل نطرح، نعمل ديفيجن، الكلام ده كله على كل ده على البيتس. طيب عندنا نوعين من الـ من الايه من الاوبريشن. عندنا يونياري اوبريشن اللي هي بتبقى الانبوت واحد حاجه واحده والاوتبوت طبعا حاجه واحده. عندنا الانبوت يبقى 2، ده اسمها باينري اوبريتور. يبقى الانبوت 2 طبعا الاوتبوت هو واحد دايما. طيب يبقى لوجيكال اوبريشن يونري اللي هي النوت والباينري اللي احنا هندرسهم، الاند والاور والاكس اور، هنشوف في ايه بالتفصيل بعد كده هما بيعملوا ايه. بس هو دي كده ايه نظرة عامة للايه لانواع اللوجيكال اوبريشن اللي عندنا. اول حاجة هناخدها في الشابتر ده اللي هي لوجيك اوبريشن. اللوجيك اوبريشن اوبريشن يعني عملية. اللوجيك هو نوع من انواع العمليات. بس طبعا احنا عندنا العمليات الحسابية مثلا زي ايه؟ زي الجمع والطرح والضرب والقسم. اللوجيك بقى اوبريشن لا مختلف، هناخده دلوقتي. يبقى logical operation refer to this operation that apply the same basic operation on individual bit of pattern. طيب لما نيجي نشوف احنا في شابتر 3 اللي هي الشابتر اللي فات، احنا خدنا الداتا جوه inside the computer، جوه الكمبيوتر بتبقى stored يعني بتبقى متسيبة او مخزنة زي as a bit, patterns of bits
مجموعة من البيتزا ورا بعض، 8 بيتز تبقى البايت، 2 بايت يبقى 16 بيتز وهكذا. يبقى انا دلوقتي اللوجيكال اوبريشن ده هحطه يعني او هطبقه على بيت في الباترن اوف ايه اوف اه في بيت في بيت في الباترن بتاعي. يبقى انا دلوقتي مثلا لو انا عندي كمان مثلا عملية او اوبريشن يعني فيها مثلا الانبوت 2 انبوت، يبقى انا برضو ايه هطبقها على جميع الايه الباترن. هنشوف كده دلوقتي. يبقى انا عندي دلوقتي في عمليات بتبقى على البيت ليفل، في عمليات تانية على الباترن ليفل. طيب تعال نشوف. طيب احنا هنبتدي اللوجيكال اوبريشن على مستوى البيت، يعني الايه 1 بيت هتدخل تطلع حاجة تانية. طبعا دي المفروض سيركل، السيركل ده بيعمل ايه؟ بيعمل لو دخلت له اكس يطلع لي الناحية التانية نوت اكس، الاوتبوت يبقى نوت اكس خلاص. يعني بطريقة تانية لو حطيت له زيرو يطلع واحد، لو حطيت له واحد يطلع زيرو. دي النوت اوبريشن بتشتغل على بيت واحدة، يبقى علامتها اللي هي المثلث وبعديها ايه دايرة. طيب لو انا عايزة بقى ايه اعمل على مش على بيت بقى واحدة، عايزة اعمل على مجموعة من الباترن. لو انا عايزة اعمل على باترن معين زي مثلا هنا 4 بيت، فكل بيت هتتعمل لها نفس الاوبريشن، نفس الدايرة هتفوت عليها. يبقى اللي هنا الزيرو بقى واحد، الواحد بقى زيرو، الواحد بقى زيرو، الزيرو بقى واحد. يبقى ايه a logical operation at a pattern level in is n logic. يبقى n بيت او n logical operation خلاص. يبقى عدد اللوجيكال اوبريشن بنفس عدد الايه البيت اللي في الباترن of the same type. طبعا كل اللوجيكال اوبريشن هتبقى نفس السيم تايب تايب علشان هتعمل نفس ايه العمليه. at the bit level where n is the number of bits in the pattern. طيب لما نتكلم هنا على logical operation at bit level، يبقى انا عندي بيت واحد، البيت دي بيت يعني عدد البيت واحدة بس، فالبيت هنا a bit can take one of the two value 0 or 1. يبقى البيت هتاخد لا 0 ولا 1. احنا ممكن نقول او نترجم الزيرو ده انه ايه false وال 1 هو value true. وبعد كده هعمل apply an operation، والoperation دي بتبقى ايه بما ان احنا بنشتغل في اللوجيك او على نظام البيت، فهي بيبقى بوليان الجبرا اللي بتعمل مانيبيليشن للبيت، بتتعامل مع البيت. ايه البوليان الجبرا دي؟ ده يعني في عالم اسمه عالم سوري اسمه جورج بول، ده ايه عمل علم البوليان الجبرا. هو طبعا سبيشال فيلد من الماثيماتيكال ايه، وهو اسمه طبعا فيلد من الماثيماتيك اسمه لوجيك. طيب البوليان اكسبريشن طبعا بتاخد قيمتين لا ترو لا فولس. لو قلنا ان الترو هي ال 1 والفولس ايكوال 0 فهتبقى لا 0 لا 1. يعني لو احنا جينا هنا قلنا انا عندي مثلا البي ايكوال 1 والاي ايكوال 0، فلو قلت اي ايكوال دي لوجيكال اوبريشن بنشوف انها ايكوال ولا لا البي، فدي هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي فولس طبعا. طبعا
طبعا انا ايه خطي فظيع بالقلم، معلش. هي طبعا ايه الكتابة بالقلم بتبقى مش مظبوطة قوي. خلاص طيب، يبقى البولين الجبلة اند اتس ابلكيشن، الابلكيشن بتاعتها بنستخدمها في ايه؟ في بيلدينج لوجيك سيركت ان ذا كمبيوتر. يبقى الكمبيوتر ده عبارة عن ايه؟ عن لوجيك سيركت. هنشوف بقى دلوقتي الاوبريشن شكلها ايه في الترانسبيرنت اللي جاي. طيب عايزين دلوقتي نتكلم على البوليان الجبرا. يبقى البوليان الجبرا هو برانش او فرع من الالجبرا، طبعا مختلف عن different from elementary algebra، الجبرا العادي بتاعتنا مختلف شوية عنه. ليه؟ لأن الالمنتري هتشوفي الجبرا هو بيتعامل على يعني حاجة بسيطة جدا، بيتعامل على ايه؟ على النمبر. انما البوليان الجبرا لا، بيتعامل مع الزيرو والوان، الترو والفورس. يبقى اول حاجة مختلفة the value of the variable are truth value. يبقى الفاليو بتاع الفاريبل بتاع البوليان الجبرا true or false، بنسميه truth value. ده usually denoted 1 or 0، يبقى هو هي لا 1 لا 0. In elementary طبعا algebra الفاليو بتبقى ايه؟ value are numbers. فدي اول اختلاف. تاني اختلاف بقى ما بين البوليان algebra والelementary algebra هي ان ايه؟ البوليان الجبرا بتستخدم لوجيكال اوبريشن. هنشوف ان اللوجيكال اوبريشن زي conjunction اللي هو الاند، هنشوفه ازاي دلوقتي شغلها بتشتغل ازاي، ودايما وبنكتبها ايه زي التمانية. الديسجنكشن اللي هو الاور بنكتبها زي الفي. النيجاتيف او النوت بنكتبها بالطريقة دي برضو، خدين بالكم. يبقى الامتري الجبرا on the other hand use arithmetic operation زي ايه؟ addition و multiplication subtraction and division. يبقى كده احنا عرفنا ان احنا البوليان الجبرا فهو بيتكلم على variable 0 1، عن بناء دايرة في الكمبيوتر تعمل حاجة معينة. طيب يبقى البوليان الجبرا is therefore a formal way to describe logical operation. يبقى هي بتعمل describe للوجيكال operation طبعا على هيئة ايه؟ expression اكيد. يبقى in the same way that elementary algebra describe numerical operation. يبقى دي logical operation اللي بتستخدم الحاجات زي دي، وهنشوف كمان في حاجات تانية دي بعض الأمثلة اللي هي الاند والاور والنوت. وإنما الايه الارثماتيك أو الإلمنتري الجبرا بتستخدم النيميريكال أوبريشن زي البلس والماينس وهكذا. تعال لما نشوف بقى اللوجيكال أوبريشن at the bit level. أول حاجة ايه؟ النوت. يبقى احنا خدناها دي، بس احنا هنعرف هنا بقى ايه؟ truth table. ايه التروث تيبل ده؟ بنحط الانبوت ونحط الاوتبوت اللي قدامه. يبقى لازم نحط الانبوت كل احتمالاته، بما ان عندي انبوت واحد اللي هو الاكس يبقى انا ما عنديش احتمالات غير 0 و1. الاوتبوت بتاعه الايه؟ الفليب بتاعه، يعني 0 هيبقى 1 وال1 تبقى 0. دي تروث تيبل بتاع النوت، وده الرسمه ايه الرمز بتاعها بيبقى كده. طيب عندي اوبريشن تانية اسمها اند. الاند دي بيبقى عندها تو انبوت. خلاص تو انبوت، يبقى عدد السيمبل اللي بتمثله تو دي تو بيت كام؟ 2 اس 2، صح؟ احنا مش كده لسه واخدينها؟ يبقى 2 اس 2 يبقى انا عندي كام؟ اربع احتمالات. يبقى انا عندي الاكس والواي 0 0 0 1 1 0 1 1. ايه القاعدة اللي هي بتطلعها لي؟ الاند اوبريشن ما بتطلعش ترو او واحد يعني، غير لو كان التو انبوت بواحد او التو انبوت بكام؟ بترو. يبقى لو اي غير كده هتطلع زيرو.
يبقى لو 0 0 طبعا تطلع 0، لو 0 1 تطلع 0، لو 1 0 تطلع 0، لو 1 1 تطلع 1. طيب دي تاني اوبريشن. تالت اوبريشن اللي هو الاور. الاور بقى لا، لو اي واحده من الانبوت، هي الانبوت برضو 2، فلو اي واحده من الاكس او واي بتساوي 1 فالاوتبوت بواحد. خلاص يبقى الحاله الوحيده اللي هي تطلع الاوتبوت بزيرو ان الاكس والواي تبقى بزيرو وزيرو. يبقى 0 و0 تبقى الاوتبوت 0، و0 و1 تبقى 1، 1 و0 تبقى 1، 1 و1 تبقى 1. يبقى اي واحده من الانبوت لما تبقى بواحد الاوتبوت بتبقى بواحد. احفظوها كده. خلاص طيب رابع واحده بقى حاجه اسمها اكس اور. ايه الاكس اور دي؟ اللي هي برضو ليها 2 انبوت وبرضو ترو ستيبل، ليها ليه 4 رو، وطبعا والاوتبوت 4 رو. طيب دي بقى ايه يعني الفكره بتاعتها؟ لو ال 2 انبوت متشابهه بتدي 0، لو مش متشابهه تبقى بواحد. يبقى انا هنا انا عندي الاحتمالات 0 0 0 1 1 0 1 1، يبقى 1 اكس اور قصدي 0 اكس اور 0 تديني عشان الاثنين متشابهين تديني 0، 1 اكس اور 1 تبقى بزيرو، انما لما بيبقوا مختلفين واحده بزيرو وواحده ب 1 تديني 1. يبقى دول الاربع عمليات الاساسيه عندي في الايه؟ في اللوجيك اوبريشن. يبقى لما نيجي نتكلم نقول ان نوت ذا نوت اوبريشن از ا يونري اوبريتور، يعني المدخل بتاعها واحد. it take only one input، يبقى بتدخل واحد input. the output bit is a complement of the input، او ايه complement او ايه او الفلوبين او ايه اللي هي بتبقى عكس الايه الانبوت، يعني اللي تبقى زيرو تطلع لي واحد والواحد يطلع لي زيرو. طيب ال AND operation، the AND operation is a binary operation، it take two input، the output bit is one if both input are 1 and the output is 0 in other 3 case. يبقى هي لو الـ x 0 or 1 x and 0 هي 0، او 0 and x هي 0. يعني ممكن ايه هي اي حاجة الـ x معاها 0 تبقى ايه 0. عشان يطلع الـ and صح يبقى الاتنين لازم يبقوا بايه بواحد. أو طيب ناخد بقى الـ or. الـ or operator is a binary operator، يبقى هي binary operator. it take two input، يبقى الانبوت بتاعها binary ايه operator وايه وبرده الانبوت بتاعها two input. طيب امتى بتبقى زيرو؟ لو الاثنين input دول بزيرو، otherwise هي الاوتبوت بايه بواحد. يعني زي ما احنا شفنا في الايه في truth table، لو الانبوت الاثنين بزيرو هي بزيرو، انما لو اي واحد فيهم الاكس او الواي الانبوت دول في اي واحد فيهم بواحد او الاثنين بواحد فالاوتبوت بواحد. يبقى هنا عندي هنا الاكس لو كان زيرو اور واحد، اكس مع اي واحد يعني 1 اكس اور واحد فهي طبعا بواحد، واحد اور اكس فهي بواحد بغض النظر الاكس زيرو ولا 1. الاكس اور بقى هي اوبريشن برضو اوبريتور، سوري از ا باينري برضو اوبريتور زي الاور اوبريتور. الديفرنت الوحيد اللي بينهم ان لما الاثنين بيبقوا بواحد، الانبوت الاثنين بيبقى بواحد او بيبقوا بزيرو، الاوتبوت بقى بزيرو. هنا الايكويشن بتاعنا بيقول ايه؟ لو الاكس بزيرو او واحد فاكس اكس اوكلوزيف اور او اكس اور اكس بتساوي not x. لو جينا بصينا واحد x اور واحد هيديني ايه not x اللي هي بزيرو. طيب لو واحد x اور بزيرو يعني الاتنين مختلفين هديني ايه not x، ال x هنا بزيرو يبقى not x بواحد. طيب يبقى احنا فهمنا خلاص كده، لو الاتنين زي بعض بيديني زيرو، لو الاثنين مختلفين بتديني 1. وطبعا هنا ايه التبديل ده مش هيحصل لي، لو حطيت الواحد اكس اور اكس هي هي نفس النتيجة.
هنا بيقول لك ايه ان انا او بيقول لك ايه ان هنا في in English we use the conjunction or sometime to mean an inclusive or and sometime to mean an exclusive or. يعني ساعات بنسمي بنستعمل or في الانجليش على انها inclusive or، يعني اي واحدة فيهم، بواحد بتبقى بواحد، او exclusive or يعني ايه، لا ده لا ده يبقى بواحد، يعني اي واحد فيهم بواحد يديني واحد، انما الاتنين لما بيبقوا متشابهين بيديني ايه، زيرو. هنا مثلا زي السنتنس دي I wish to have a car or house، او يبقى انا هنا مستعملة الاور ان انا نفسي يبقى عندي عربية او بيت او طبعا الاتنين، مفيش مشكلة طبعا. طيب السنتنس بقى today is either Monday or Tuesday، يبقى ما ينفعش ان هما يبقوا الاتنين زي واحد، لا ده هي لا ده لا ده، يبقى هنا الاور مستخدمينها اكنها ايه، exclusive sense. Today is either no Monday or Tuesday but it cannot be both. طيب لو جالك هنا بيقولك the X or operation is not actually a new operator، يبقى ال X or operator is not actually a new operator، لا we can always similarly it use the other three operator. يعني ال X or دي مش operator جديدة، لا ده انا ممكن اعمل لها simulation باستخدام ال and وال or. وجايب لك هنا بقى equation بيقول لك ايه، او expression logical expression بيقول لك ان هذا بتساوي ال X or X X or Y. ازاي النسبة دي بتساوي دي؟ باستخدام التروث تيبل. تعال لما نشوف كده التروث تيبل ايه. انا عندي هنا الاكس ايه والواي، هنحط لهم جميع الاحتمالات ونجيب الاكس اور واي، يبقى انا 0 0 تديني 0 0 1 1 1 و 0 1 1 1 0، دي الاكس اور اكس اكس اور واي. طيب لو جينا بقى ايه نشوف الكلام ده على الاكسبريشن دي، تعال لما نشوف اكس اند نوت واي، هنا عندي 0 و 0 يبقى انا عندي هنا الاكس ب 0 ونوت واي بواحد، يبقى 0 و1 يعني اند يبقى ب 0. طب الاكسبريشن الثانيه نوت اكس اللي هي بواحد اند واي يعني ب 0 يبقى ب 0، 0 اور 0 تديني 0، يبقى ايه اول انتري دي، دي بتساوي دي فعلا. نشوف تاني انتري، انا عندي 0 و1 يبقى الاكس هنا ب 0 والواي ب 1، يبقى 0 مع اي حاجه احنا قلنا ايه تبقى 0 صح. طيب نشوف التانيه دي نوت اكس اللي هي نوت 0 يعني بواحد اند واي اللي هي هنا بواحد، يبقى واحد وواحد تدينا كام؟ واحد، يبقى زيرو اور واحد بواحد، يبقى تاني انتري صح، هنا واحد وهنا واحد. تالت انتري عندي الاكس بواحد والواي بزيرو، يبقى هنا اكني بقول ايه اكس ايكوال وان اند نوت واي، يبقى عندي هنا وان والنوت واي ب 1 يبقى 1 اند 1 ب 1. بعد كده هعمل الثانيه نوت واي اكس هتبقى ب 0 لان هنا الاكس ب 1، يبقى هنا ايه 0 اند واي ب 0 يبقى ب 0، يبقى 1 1 اور 0 تبقى ب 1، يبقى برده تالت انتري صح. نيجي بعد كده رابع انتري اكس اند نوت واي، اكس بواحد نوت واي يبقى بزيرو، يبقى واحد وزيرو وزيرو. بعد كده نوت اكس اللي هي بزيرو اند واي يبقى ايه بواحد، يبقى زيرو اند اند واحد يبقى بزيرو، يبقى زيرو اور زيرو بزيرو، يبقى
ثبتنا كده ان اي انبوت دخل جاب لنا نفس النتيجة بتاعت ايه اكس 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 اور واي، هي الاوتبوت هنا زي الاوتبوت بتاع الاكسبريشن دي. يعني بطريقة تانية بنقول ان انا بدل لما اقول اكس اكس اور واي، هي بالظبط زي ما اقول اكس اند نوت واي اور نوت اكس اند واي، دي بتساوي دي. ادام ايه الانبوت واحد والاوتبوت واحد، يبقى الاتنين كده بيساوي بعض. طيب هنا اللوجيكال اوبريشن ات باترن ليفل. باترن ليفل يعني ان عندي باترن، الباترن ده احنا قلنا سلسله او يعني المفروض بيبقى طوله ان بيت. فانا دلوقتي عايزه اشوف الفور اوبريتور نوت واند اور واكسور. طيب لو انا عندي ان بيت، احنا عارفين النوت الانبوت بواحد والاوتبوت بواحد، هنا بالنسبه مش واحد بقى بيت، لا هيبقى 1 باترن، يعني ان بيت داخلالي هيطلع لي ان بيت تانيين. خلاص يبقى اذا effect is the same as apply each operator to each individual bit for not. يبقى انا هنا عدد الاوبريتور هنا كام علشان يديني ان بيت؟ عدد الاوبريتور اللي هي اسمها نوت هتبقى ان اوبريتور. خلاص طيب هنا الاند، الاند هنا عنده تو انبوت والاور تو انبوت والاكس اور تو انبوت، انما بيطلعوا ايه؟ 1 اوتبوت. الواد اوتبوت ده طوله بكام الباترن بتاعه؟ طوله قد ايه؟ ان بيتس. خلاص يبقى هنا بقى كل اتش كورسبوندنج بير اوف بيتس فور اذر 3 اوبريتور هيبقوا يتعمل عليهم العمليه الاوبريتور، لا اما اند لا اما اور، لان اكس اور حسب ما انت ابو ما انت عامل. طيب معلش معذره، يعني انا يعني قعدت فترة طويلة بتكلم مع بنات بس، فدايما بقول انتي بس، طبعا هو ايه انتوا جميعا معي. طيب يبقى انا عندي هنا كم اوبريتور؟ ان اوبريتور، وكل اوبريتور اند ليه تو انبوت اللي هي تو بيت، بيت من هنا مع بيت من هنا. خلاص يبقى البوزيشن 0 مع البوزيشن 0، البوزيشن 1 مع البوزيشن 1، هنشوفها دلوقتي. وهيطلع لي ايه في الاخر؟ ان بيت. خلاص هنشوف ده الكلام ده بقى فور اكزامبل، هتلاقيه الموضوع هيبقى سهل. هنبتدي هنا بالنوت الاوبريتور. فهنا النوت اوبريتور قلنا على الباترن، يبقى ده الانبوت باترن وده الاوتبوت باترن. هنا طبعا عدد النوت اوبريتور بيساوي عدد الايه الباترن هنا البيت باترن، يعني لو هنا ان هيبقى هنا ان، هيبقى هنا ان. طبعا طبعا النقطة عارفين ان هي بتقلب الواحد 0 0 1. اكزامبل 4.3 ده بيبقى بيتكلم على النوت، النوت اوبريشن مع البيت باترن. يبقى انا اكني هنا الانبوت اهو، يبقى ذا سوليوشن بلو شو بلو نوت ذا نوت اوبريتور شينج افري 0 تو 1 اند افري 1 تو 0. يبقى ده الانبوت الباترن، الانبوت الباترن الاوتبوت بيبقى مخ ايه عكسه، يعني هنا بوزيشن 0 تبقى ال 0 ب 1، ال 0 بوزيشن 1 ال 0 ب 1، بوزيشن 3 ال 0 ب 1 وهكذا. الواحد هنا هيبقى 0، الواحد هنا هيبقى 0، دي 0 هيبقى 1، ال 0 هيبقى 1، الواحد هيبقى 0. يبقى ده الانبوت وده الاوتبوت بتاعي. يبقى دخلنا 8 بت طول الباترن وطلعنا الاوتبوت 8 بت اللي هي الاوتبوت باترن. هنا نفس الحكايه، هنا بقى الاند اللي هي الاند سوري الاند هنا برضو عندها تو انبوت، واحنا عندنا هنا ادي الباترن نمره واحد انبوت نمره واحد، وهنا انبوت نمره اتنين. فهيجي البيت نمره زيرو مع البيت نمره زيرو من الانبوت التاني، يدخلوا عن الاند ايه
اوبريتور ويطلع لي النتيجة. ناخد بالنا طبعا برضو عدد الانبوت هنا انبوت واحد وعدد الانبوت اتنين، هو عدد البيتس يعني هما الاتنين زي بعض، وبيساوي عدد ايه الاوبريتور جوه المجموعة دي. طيب الاكزامبل التاني بعد كده اللي هي اكزامبل 4.4، ده بيديني بقى ايه الاند اوبريتور للبيت باترن. عندي طبعا احنا قلنا الاند عندي ايه، عندي تو باترن انبوت، فادي الباترن الاول هنكتبه وتحت منه بالظبط الباترن التاني حسب البوزيشن من اليمين لليسار من اليمين لليسار هنكتبهم فوق بعض. بعد كده نعمل عمليه الاند، يبقى 0 اند 0 ب 0، 0 اند 1 ب 0، 0 اند 0 ب 0، 1 اند 1 ب 1، 1 اند 0 ب 0، 1 اند 1 ب 0، 0 اند 0 ب 1 ب 0، 1 اند 0 ب 1. فهمنا ازاي؟ يبقى بنحطهم ايه تحت بعض ونعمل العملية الاوبريتور، بعملها بالطريقة دي. هنا نفس برضو الاور اوبريتور، هنا ادي الانبوت الاولاني ودي الانبوت تاني، عدد الانبوت ده اللي هو الباترن انبوت واحد وعدد بيساوي عدد الباترن او الانبوت اتنين باترن بيت، وعندي هنا برضو نفس الحكاية بيساوي العدد اللي هنا الاوبريتور بيساوي ايه، بيساوي عدد البيت اللي هي طبعا input، وطبعا عدد برضو الاوتبوت بيساوي عدد ايه عدد الاوبريتور وعدد الايه input pattern. طيب نشوف برضو نفس الاكزامبل على or الor operation on the bit pattern، برضو عندي two input هنكتبهم من اليسار لليمين نفس الحكاية، ومن هنا من اليمين لليسار سوري نفس البوزيشن كده، ونحطها تحتيها بالظبط من برضو من اليمين الى اليسار. يبقى ده الانبوت واحد وده الانبوت اتنين، يبقى واحد اور زيرو بواحد، واحد اور واحد بواحد، اي واحد فيهم بواحد بيبقى بواحد، الوحيد اللي بيطلع زيرو اللي هما الاتنين يبقوا بزيرو، واحد اور واحد بواحد، واحد اور واحد بواحد، واحد اور زيرو بواحد، زيرو اور واحد بواحد، زيرو اور زيرو زيرو، وان ايه اور زيرو بواحد. يبقى ده الاوتبوت بتاعي، الباترن بتاعي الاوتبوت هو ده. اظن سهلة نفس الحاجات اللي احنا قلناها برضو في الاند والاور. هنا الاكس اور ده باترن انبوت واحد وهنا باترن انبوت اتنين، عدد الاوبريتور بيساوي عدد البيت في الباترن النمرة واحد والباترن اللي هي انبوت اتنين، ونفسه هو عدد الايه الباترن اللي طالع لي اوتبوت. نفس الحكاية هنعملها في الاكزامبل ده لما نشوف الاكس اور اوبريتور on the bit pattern اللي هي 1 0 0 1 1 0 0 1، وهنا برضو هنحط تحتيه 0 1 1 1 0 1 0 0. احنا قلنا القاعدة بتاعت ال XOR اللي هي لو الاتنين متشابهين بزيرو، لو الاتنين مختلفين ب 1، هعمل نفس الحكاية. يبقى 1 XOR 0 ب 1، 1 XOR 1 ب 1، 0 اكس اور 1 ب 1، دول مختلفين فطلعوا لي 1 1 1، 1 اكس اور 1 ب 0 متشابهين يبقى طلعوا ب 0، 1 اكس اور 0 بكام؟ ب 1، 0 اكس اور 1 ب 1، 0 اكس اور 0 الاثنين متشابهين يبقى ب 0، 1 اكس اور 0 تبقى ب 1. يبقى ده الباترن الايه؟ الاوت. اظن سهله خالص. طب هنا الابلكيشن بتاعتها ايه؟ الفور لوجيك اوبريشن
اوبريشن ايوه كان بي يوز تو موديفاي ا بيت باتر، ممكن استخدمهم علشان اغير البيت باترن، بستخدم النوت عشان اعمل كومبلمنتنج، بستخدم الانت تو انست ان انا اكلير اخليه بزيرو، او الاور علشان اسيت اخليهم بواحد، او فليبنج ان انا اغير الزيرو وان وان وزيرو. طبعا هي المفروض ان انا ده باستخدام ايه الماسك، الماسك هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. هنا بقى هنستخدم الباينري اوبريتور علشان نعمل وظيفة معينة، فبستخدم مع الباترن اللي انا اللي عندي ده حاجة اسمها ماسك. الماسك ده على حسب الباينري اوبريتور وعلى حسب قيمة الماسك هنتحكم في الاوت. مثلا انا عايزة اعمل unsetting. unsetting يعني ايه؟ يعني اخلي بيت معينة في الباترن اللي معايا يبقى بزيرو. يبقى انا عندي هنا التارجت باترن اهو، عايزة الخمس مثلا ايه الخمس الخمسة بيت اللي على الليفت موست هحطهم بصفار، عايزة اخليهم بصفر. فهعمل ايه؟ هعمل اند مع الماسك ده هيبقى زيرو 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 زيرو، يبقى كده اي زيرو مع اي حاجة هيديني زيرو. واعمل التلاتة اللي انا مش عايز اغيرهم بواحد، يبقى اي حاجة مع الواحد هيديني اللي هي ايه الاكسات اللي فوق دي. هنا الماسك عايز استخدم ماسك، يعني ايه ماسك؟ بيت باترن برضه، بس عامله عاملاه كأي بيسموه ماسك على انك هعمل بيه البيت ده هعمل بيه عمل معين، زي مثلا ايه انست. انست يعني كلين، كلير يعني عايز اخلي بيت باترن معين بزيرو. هنا عايز يخلي البيت باترن اللي هو الفايف ليفت موست بيت اوف ذا باترن بزيرو، يعني ايه واحد اتنين ليفت موست اهي على الليفت اهو، يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، عايزة الخمسة دول بزيرو. طيب يبقى بيقولك test the mask with pattern 10100110، يبقى دي ايه عملت كده. طيب وعندي هنا هستخدم باترن تاني كايه ماسك. الباترن ده هشتغل بالاوبريشن اللي انا هديه، بحيث ان انا ايه اخلي الخمسه بيت اللي على الشمال دول كلهم زيرو. فباستخدام الاند لو حطيت كلهم زيرو هنا يبقى اكيد اللي طالع هنا زيرو، لو حطيت واحد هيتنزلوا زي ما هما خلاص. يبقى هو عايز يعمل بس يعني عايز يستخدم الماسك علشان يست الخمسه دول، انست سوري انست يعني بيخليهم بزيرو. يبقى العمليه الوحيده اللي لو كانت الباترن بتاعي اللي هو ده الماسك ده بزيرو اللي هي الاند مع الزي مع اي حاجه زي بزيرو يبقى بزيرو، وبعد كده اللي مش عايز اغيرهم احطهم بواحد، يبقى واحد مع اي حاجه هينزل لأي حاجة دي هنا، يبقى 0 and 1 بزيرو زي ما هي، 1 and 1 ب1، 1 and 1 ب1، يبقى أنا دول احتفظت بيهم زي اللي فوق، عشان كده حطيتهم في الماسك بواحد. هنا بقى عايزة أخليهم كلهم بزيرو، يبقى أحط كله بزيرو وبستخدم الأند، فهيبقى إيه كل البيت دي 0 0 0 0 0 0 1 و0 بزيرو 0 0 بزيرو 1 و0 and 1 0 يعني بزيرو. يبقى استخدام الاوبريشن او الاوبريتور سوري اللي هو اند خلالي الاوتبوت الخمسه دول اتعمل لهم ايه انست او كلير. تعالوا نشوف ابلكيشن كده. بنشوف هنا imagine a power plant that pumps water to the city using 8 pumps. يبقى انا عايزين نسقي الزرع وعندنا ايه بامبز بتضخ الميه في ايه في السيتي. عندنا the state of the pump، عندنا ال state of the pump لا on لا off، يبقى لا واحد لا زيرو. وكان وهي احنا عندنا 8
هنا يبقى هنعمل كان represented by 8 بيت pattern. يعني مثلا for example لو انا عندي ال pattern 11000111 يبقى كان من ال pump 1 لل pump 3 on from the right دول، وسبعة وثمانية برضو on لانهم بواحد، انما اربعة وخمسة وستة هم اوف علشان بزيرو. طيب انا دلوقتي لو انا عايزة اخلي البامب نمرة سبعة تتعمل لها شات داون يعني تبقى بزيرو، how can I ask شو this situation؟ السوليوشن طبعا انا عايزة اعمل ايه انست، انست احنا اخدناه بايه بالاند، يبقى انا هاجي للبيت اللي عايز اعملها انست واحط لها بزيرو واعمل لها اندنج مع الاساسي، مع الباترن الاساسي اللي هو التارجت. فانا عندي هنا ده الماسك هيبقى نمره سبعه هنخليها زيرو وكلهم وحايد، ونعملها اند مع الاوبريشن اند مع 11000111 اللي هو الستيت اللي كان اللي قبليها، هنعمل لها اند فهيطلع لي نمره سبعه بس اللي هتتغير وتبقى زيرو. يبقى انا كده البامب نمره سبعه عملتها ايه ريسيت. طيب هنا بقى عايز اعمل سيتنج لسبيشال بيت. سيتنج انا عارفه عشان اخلي اي حاجه بواحد اعمليها اور مع واحد، او اعملها اور مع واحد. يبقى انا هنا لو انا عندي الخمسه بيت اللي على اليسار عايزاها اخليهم واحد، فهعمل واحد 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 خمسة واحد اللي هو left most significant bit، وهخلي الباقي بصفار مع الأور. فلما الأور تعمل أي حاجة مع الصفر بتخليها زي ما هي، يبقى الإكسات هتنزل زي ما هي، إنما الخمسة دول اللي على اليسار هنحط لهم واحد، فأي حاجة مع الواحد تديني واحد. فأنا كده عملت set للأوتبوت اللي هم الخمسة most left most ايه significant ايه او left most ايه bit. طيب هنا بقى use a mask to set، set يعني خليه بواحد the five left most bit برضو of the pattern. test the mask with a pattern 101 101 0 1 0 1 0. يبقى هحط الماسك ده سوري الباترن ده كانبوت، الانبوت التاني هخليه الماسك. انا ايه اللي بيخلي لي اي حاجه يخليها بواحد؟ لو حطيت اور وحطيت معاها وحايد، يبقى جه عند الماسك وخلى الخمسه ليفت موست بيت بوحايد، وعمل ايه؟ استخدم الاوبريتور اور. يبقى 1 و0 1 1 0 اور 1 ب 1 0 اور 1 ب 1 1 اور 1 ب 1 0 or 1 ب1 1 or 1 ب1. يبقى خلى كل دول ايه ب1، وخلى هنا بقى بدل ما يحط واحد، لان لو حط واحد هينزلوا وحيد هنا، لا حط صفار فينزل الانبوت زي ما هو، يبقى بقى 0 1 1. هنا الابلكيشن بقى بيقول لك using the power plant example how can you use a mask to show that the pump 6 is now turn on. يبقى نمرة 6 عايزين نخليها on، يبقى هنخليها بواحد ونعمل لها اورنج مع الزيرو هتديني واحد، وباقي الارقام هنخليها زيرو علشان لما تتعمل اورنج مع التارجت دي هتخليهم زي ما هما ينزلوا زي ما هما. هنا الاكس اور بقى ممكن تعمل ايه flipping special bit. يعني انا دلوقتي لو انا عايز اعمل flipping او اغير 1001 للخمسة موست برضو هحط ايه وحايد كده واعمل اكس اور تديني هنا الكومبليمنت بتاعت الخمسة الايه البيت اللي على اليسار. طيب هنا بقى الاكزامبل ده بيقول لي يوز ا ماسك تو فليب ذا 5 ليفت موست بيت. عايز اعمل ايه فليبنج، يعني ايه؟ يعني زيرو يبقى واحد والواحد يبقى زيرو، خلاص.
الزيرو يبقى واحد والواحد يبقى زيرو، دي بمنتهى السهولة بنط. بس هنا قال لك في السؤال، او قال لك في السؤال عايز استخدم الماسك، يبقى عايز يستخدم بيت كده او بيت باترن يعني كماسك. وقال لك اعملي اعمل قال لك اعمل ايه استعمله مع البيت باترن ده. فحطينا البيت باترن، وعلشان اقلب الزيرو بواحد يبقى لو انا قلت اكس اور مع الزيرو مع واحد فكله هيبقى ايه، الزيرو هيبقى واحد. طب لو كان واحد واحد اكس اور واحد بايه بزيرو، صح كده، لان الاتنين زي بعض. فكده انا قلبت كل حاجة لايه، الزيرو بقى هنا اكس اور واحد بواحد، زيرو اكس اور واحد بواحد، واحد اكس اور واحد بزيرو، واحد اكس اور واحد بواحد، وان اكس اور واحد بزيرو. وحطيت هنا التلاتة دول انا مش عايز اغيرهم، يبقى مع الصفر لو هو صفر هينزل صفر، لو هو واحد واكس اور زيرو هيفضل واحد. يبقى انا اللي عايزه اغيرهم حطيتهم الماسك بتاعهم بواحد، اللي عايزه اعمل لهم فليبنج او عايزه ابدلهم الزيرو بوان وان بزيرو، واللي مش عايزه اعمل فيهم حاجه حطيتهم بصفر، والاوبريشن هنا باكس اور. طيب دي بقى الشيفت اوبريشن. يبقى الشيفت اوبريشن عندي بتعمل ايه، موف ذا بيت ان باتر changing the position of the beat، يعني بتغير، بعمل شيفت كده اكنه بزقها على اليمين على اليسار على حسب انا عايزه ايه. يبقى زي كان موف بيت تو ذا ليفت اور تو ذا رايت. وي كان ديفايد شيفت اوبريشن انتو تو كاتيجوري. يبقى انا عندي الشيفت اوبريشن عندي تو كاتيجوري منهم، اللوجيكال شيفت اوبريشن والارثماتيك شيفت اوبريشن. طيب اللوجيكال شيفت اوبريشن هنلاقيها، اللوجيكال شيفت اوبريشن از ابلاي تو ذا باترن ذات داز نوت ريبريزنت اساين نمبر. يبقى انا هنا هعمل لوجيكال شيفت اوبريشن للاعداد اللي ما فيهاش ساين، علشان طبعا لو في ساين الدنيا هتبوظ. يبقى the reason is that this shift operation may change the sign of the number that is defined by the leftmost bit in the pattern. يبقى طبعا لو انا عملت شيفت للساين الدنيا هتاخد الساين حاجة تانية خالص. We distinguish two type of logical shift operation as a described below. عندي حاجتين للوجيكال شيفت operation، logical shift و logical circular shift اللي هي بنعمل روتيشن. يبقى انا عندي هنا الشيفت اوبريشن، لو انا عندي A B C D E F G H وعايزة اعمل شيفت ليفت شيفت، فال H دي هتيجي في البوزيشن واحد، ال G هتيجي في اتنين، وال F هتيجي في البوزيشن تلاتة، وهكذا. البوزيشن زيرو بقى هحط زيرو، يبقى كده انا عملت شيفت اكنه زقيته فين، على اليسار. الاي دي راحت فين، خلاص ديسكارد، يعني ما تبقاش موجوده بعد لما اعمل شيفت. نفس الحكايه لو عملت شيفت للاي رايت شيفت، يبقى انا هبتدي الاي احطها في البوزيشن ده اللي هو ايه 0 1 2 3 4 5 6 7. احنا عندنا هنا ايه كام، لا 8، يبقى 0 1 2 3 4 5 6 7 عشان في 0. اوكي يبقى الاي هتتحط هنا في البوزيشن ده، البي في البوزيشن ده، مكان الاي هحط 0. طب الاتش راحت فين، ديسكارد برضو، ديسكارد كده يعني ايه، سبناها على ايه جنب، او يعني ايه فقدناها. يبقى انا هنا ده الشيفت لما بحط زيرو هنا واروح عامله شيفت كده، واللي هنا دي بتبقى لوس، يبقى ده لوجيكال رايت شيفت. هنا برضو اللوجيكال ليفت شيفت اكني بحط زيرو هنا واروح زقه كده، يبقى
اللي كان هنا هيحط هنا، واللي كان هنا هيجي هنا، وهكذا لغاية آخر واحد ده هيبقى ايه؟ lost، اي مفقود. طيب هنا بقى مسألة بتقول لك use a logical left shift operation on the bit operation bit pattern اللي هي 10011304. يبقى انا هنا ادي الاوريجينال، اللفت موست ده هيبقى ديسكارد، هبتدي ابقى ايه، انا بزق على اليسار، يبقى الزيرو هنا ده هيتحط ايه هنا، وهنا هحط بداله زير وهكذا، والزيرو ده هيتحط في البوزيشن نمرة 2، وده بوزيشن 3، وده بوزيشن 4، وده بوزيشن 5، وهكذا لغاية لما اخلص. يبقى دي ده هو اللي فاضل عندي، فاعمل له ديسكارد علشان ايه؟ خلاص كده هيفقد. السيركلر بقى شيفت اوبريشن هيبقى ايه؟ لو انا عايزة ازق على اليمين، يبقى هنا هيجي هنا البيت ده هيجي هنا، والبيت ده هيجي هنا، وهكذا لغاية اخر بيت على اليمين اللي هي الرايت موست بيت، هيلف ويروح في الليفت موست ايه بيت. طيب دبل ده بقى ايه؟ سيركلر ليفت بقى، هيزق الليفت، يبقى ده هيجي هنا، وده هيجي هنا، وده هيجي هنا، وهكذا لغاية اخر واحد اللي هو الليفت موست، هيلف ويحط يتحط فين؟ في الرايت موست بيت. بالمثال ده use a circular left shift operation on the bit pattern 10011304. يبقى هنحطهم كده، وبعد كده هنشوف هو عايز يلف فيهم ايه. سيركلر دي اول حاجه، تاني حاجه ليفت، يبقى انا هم هحطهم هنا كده، يبقى اخر واحد يجي البوزيشن 0 هيبقى بواحد، وهكذا لغايه اخر ليفت significant، ده اللي هو ده هيلف ويرجع هنا، يبقى ده اللي هو بوزيشن 0 هيجي في بوزيشن 1، بوزيشن 1 هيجي في 2، 2 هيبقى في 3، 3 في 4، 4 في 5، نروح يعني ايه؟ اكنك كده بتزق لغاية اخر واحد بقى على الليفت موست، هيروح لافف وراجع فين؟ في الرايت موست. هنا بقى هنتكلم على arithmetic shift operation. arithmetic shift operation assumes that the bit pattern is a signed integer in two's complement format. يبقى انا اللي انا هعمل له shifting ده بيبقى البيت pattern بتاعه ممثل كانتجر وسايند وبالتوز complement format. يبقى الارثماتيك رايت شيفت، لما اجي اعمل رايت شيفت كده، انا عندي هنا ساين، فبروح ايه جايبها على اليمين واليمين، وهكذا اكننا بنزق كده، اخر واحد ده بيبقى لوست، يبقى كده ايه المفروض ان هو فقد، واول واحد ده هنا بنحطه تاني في نفس ايه المكان، يبقى الساين هنا هنحطه في نفس المكان. طيب يبقى ادي ايه الرايت شيفت للارثماتيك. الارثماتيك ليفت بقى ان هو هنزق على جهة الليفت اليسار. شيفت is used to multiply an integer by 2. يبقى ده بيبقى ايه واحنا بنعمل ارثماتيك ليفت شيفت، يعني شيفت وليفت ده بيبقى اكني بضربه في 2، وهنا لما بعمل رايت شيفت اكنه بعمل ديفايد الانتجر باي 2. طيب الاكزامبل بتاعي يوز ان arithmetic رايت شيفت اوبريشن اون ذا بيت باترن 10011001. ذا باترن از انتجر ان توز كومبلمنت فورمات. يبقى احنا عايزين نعمل ايه رايت شيفت، واحنا عارفين ان الاوريجينال ده دي اللي هي ايه الساين هنا حتى واحد يعني بالماينس. يبقى the solution is below the left most bit is retained and يعني بتتحط زي ما هي، ادي الليفت موست دي بنروح حاطينها زي ما هي، وكمان بنعمل لها كوبي ان هي نحطها في الايه في البيت اللي بعديها، and also copy to its right neighbor bit.
بالطريقة دي يبقى دي الزيرو هيجي هنا وهكذا لغاية لما اخر واحد ده هيبقى ايه لوست. طيب ده لو جينا حسبنا كده قيمة النمبر ده هنلاقيه ان هو ايه ماينس 103. النيو ده ماينس 52، يعني ايه؟ يعني قسمنا على 2 وبعد كده بنعمل ترونكيتد تو ذا سمولر، بنعمل ترونكيت للايه للسمول. يبقى انا دلوقتي 5 وهنا ايه المفروض ان انا حطيت يعني قربت، فبقى 52 ماينس 52. طيب هنعمل بقى هنا الارثماتيك ليفت شيفت اوبريشن اون ذا بيت باترن 110110001. طبعا احنا برضو الباترن هنا ادام قلنا ارثماتيك يبقى الانتجر از توز كومبلمنت فورمات. طيب ادي الاوريجينال وانا هعمل له ايه هزقه كده هعمل له شيفت تو ذا رايت. هنا ده بيبقى لوست ونبتدي ونحط هنا زيرو بدل اللي هي مكانه زيرو، وده بيجي عند الواحد وده بيجي عند البوزيشن 2 وهكذا. طيب لما نيجي نشوف الاوريجينال ده الاوريجينال نمبر هو بكام؟ ب39 ماينس 39. النيو هنا بقى هتلاقيها بكام لو جينا حسبناها؟ بماينس 78. يبقى the original number is multiplied by 2. The operation is valid because no underflow occur. يبقى لو ما فيش underflow فأنا إيه؟ أو overflow فالإيه الموضوع سهل. يعني لازم طبعا القيمة الجديدة تكون ممكن تتحط في إيه؟ في عدد البيت اللي موجودة هنا. شو هو you can divide or multiply a number by 2 using shift operation. يبقى هنا solution if a bit pattern represent an unassigned number a right shift operation divides the number by 2. يبقى right shift operation بتقسمها لي على 2. الباترن ده مثلا لو كان ب59 لما اعمل له شيفت على اليمين هيبقى بالطريقه دي، الواحد هنا هيضيع وبعد كده هنحطه زي ما انتم شايفين كده هيبقى قيمته 29. طيب if you shift the original number to the left you get ايه الرقم ده اللي هو 118، يعني ضربناه اكنه في 2. ناخد بالنا ان هو هنا ايه an assigned number، فدي اكزامبل كده يوري لك ان ايه عمليه الشيفت يمين وشمال ممكن تعمل ايه في الايه في النمبر. طيب هنا يوز ان arithmetic ليفت شيفت اوبريشن اون ذا بيت باترن 0 ايه 7 وحايد. ذا باترن از ان انتجر ان توز كومبلمنت فورمات. الباترن ده طبعا لو جينا بصينا هنلاقيه ان هو بلس قيمته كام؟ 127. طيب لما اجي اعمل ليفت موست بيت المفروض هنا لما اجي اعمل شيفت ليفت الليفت موست بيت دي هتبقى لوس، وهحط هنا زيرو بدال الرايت موست بيت وبعد كده هزق كل دول هيتحطوا في الايه في الاوضاع دي. طيب لو جينا شفنا الرقم ده، الرقم ده يمثل توز كومبلمنت وال1 ده يعني ايه يعني ايه يعني نيجاتيف. طب هرجعه بقى علشان اعرف دي قيمته كام، يبقى الزيرو هينزل هنا صح، والواحد هينزل وبعد كده كله هيبقى اصفار. صح. طب قيمة كده ال value دي كام؟ دي هتبقى ماينس 2. طب هو النتيجة المفروض تبقى كام؟
127 في 2 يعني 254، يبقى ايه المفروض ان هو حصل اوفر فلو، عشان كده كان نوت بي ريبريزنتد اللي هي 254 ان ذا 8 بيت باترن. يبقى انا زي ما قلت لكم لازم تشوفوا بعد لما تتضرب هل هتكفي ولا مش هتكفي الايه ان احنا نعمل ريبريزنتيشن في الايه في عدد البيت اللي هي في البيت باترن. هنا اكزامبل تاني بيقول لك combine logical operation and logical shift operation give up us some tool for manipulate bit a pattern. يبقى انا هعمل combination ما بين logical operation and logical shift. Assume that we have a pattern and we need to use the third bit from the right. يبقى عايزة السي دي and ايه of this pattern in a decision making process. يبقى عايز اعرف السي دي هي واحد ولا زيرو علشان هعمل decision making process. يبقى we want to know if this particular bit is zero or one. هنعمل ايه؟ هبتدي اعمل shift للسي دي لغاية لما تيجي عند البيت زيرو، وبعد كده اعمل لها اند مع اصفار وواحد، يبقى ساعتها السي هتنزل زي ما هي وكل بعد كده دي هتبقى بايه بصفار. يبقى انا عملت ماسك ب1 وكله بعد كده زيرو، فالسي نزل زي ما هي والباقي بقوا مصفار. يبقى انا دلوقتي ممكن احولها واشوف ايه بقى، يعني اشوف البيت دي قد ايه. السي دي لو كانت بزيرو الريزلت بزيرو، يبقى السي بزيرو. لو هو بواحد، لو طلعت القيمه بواحد يبقى هي ايه بواحد. يبقى we can then test the result if it is an unassigned integer 1 the target bit was 1 whether if the result is an unassigned integer 0 the target bit was a 0. يبقى انا كده عرفت السي دي هي 0 ولا 1. طيب تعالوا بقى لما نشوف كده الارثماتيك ايه اللي هي adding bit. لو انا عندي النمبر اوف بيت ولا واحد اللي هي بواحد ولا واحدة، يبقى الريزلت زيرو والكاري بزيرو. لو كان واحد هيبقى الريزلت بواحد والكاري بزيرو. لو كان اتنين واحد اتنين وحايد يعني، يبقى الريزلت بزيرو عندي كاري واحد. لو كانت بتلاتة يبقى الريزلت بواحد والكاري بكام؟ بواحد. دي الايه يعني الرول الأساسية. طب يبقى الرول اوف اديشن انتجر ان توز كومبلمنت اد تو بيت اند بروباجيت ذا كاري تو ذا نيكست كولوم اف ذير از ا فاينل كاري افتر ذا ليفت موست كولوم اديشن يبقى ديسكارد ات. خلاص يبقى انا دلوقتي هجمع زي ما انا قلت في السلايد اللي قبله، هجمع التو بيت. لو في واحدين يبقى زيرو معنا الواحد اللي هي الكاري. لو هي واحد وزيرو تبقى واحد، لو زيرو وزيرو تبقى زيرو. بعد كده هجمع لغاية لما اوصل للليفت موست كولوم. لو كانت في بعد لما جمعته كاري فهعمل له ايه؟ ديسكارد. هنا عايزين نعمل اديشن لماينس سبعة بلس 17 و22. طبعا احنا عايزين نمثلهم بالتوس كومبليمنت، المفروض يطلعوا 39. طيب أول حاجة هنحول السبعتاشر والاتنين وعشرين دي لتوس كومبليمنت. فبنعمل ايه؟ بنحط الويت كده اللي هو عند الأول ايه اللي هو البيت الأول بيت اللي هي عند الزيرو رايت موست سينيفيكنت، بيبقى الويت بتاعها واحد، وهنا اتنين وده أربعة وتمانية وستاشر واتنين وتلاتين وستة وأربعة وستين وزيرو. السبعتاشر يبقى هناخدها إن أنا أخلي الستاشر ده بواحد والواحد ده ننزله بواحد. ال 22 اقرب حاجه هنا ليها 16، نجمع عليها 4 تبقى 20، نجمع عليها الاثنين دي كمان بواحد يبقى 22. يبقى اول حاجه طبعا وهنحط هنا اصفار لان دول بالبلس ودي توس كومبلمنت،
يبقى اول حاجة تحول الارقام اللي انت عايز تجمعها الى تو's complement، خلاص. وبعد كده بقى نبتدي نشوف الجمع. تعالوا ما نشوف كده example. انا عندي 17 عايزة اجمعها مع 22، هعمل ايه؟ ادي هحطهم فوق وتحت بعض كده وابتدي من اول كولوم 1 و 0 ب 1، 0 1 ب 1، 0 1 ب 1، 0 0 ب 0، 1 1 تديني 0 معايا كاري 1، الواحد مع الزيرو والزيرو يبقى 1، الزيرو والزيرو 1، الزيرو والزيرو 1. لما اجي اجمعها كده هتلاقيها بكام؟ ب39. يبقى هي كده بالطريقة دي اتجمعت وإيه؟ وطلعت النتيجة صح. الإكزامبل ده عايزين نعمل add two number in two's complement representation، اللي هي 4 + 24 وماينس إيه؟ 17. المفروض ده يديني كام؟ 7، خلاص. طب أول حاجة هنحول ال 24 لتوز كومبليمنت، فأدام هي بالبلس بتتحط على طول، فيبقى أنا هنا 24 هي 0001 اللي هي 16 زائد 8 ب 24 والباقي 4. طيب ال 17 هحطها برضو 16 زائد 1، يبقى هنا عندي 1 وهنا 1 والكل بعد كده 4. طب دي بلس 17، طيب انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل توز كومبليمنت ليها علشان اعمل بالماينس. يبقى اول حاجه الزيرو ده هخليه بواحد. المفروض ان احنا بنبتدي منين؟ من اول واحد في الرايت، بننزل الواحد زي ما هو، وبعد كده الزيرو يبقى واحد واحد واحد، هنا المفروض بدل الواحد هيبقى زيرو، هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، يبقى ده تمثيل ماينس 17. يبقى هنجيب الماينس 17 ده هنجمع عليها ال 24، المفروض يطلعوا لنا 7، هنشوفهم في الترانسبيرنت اللي جاي ان شاء الله. طيب هنا add two number in two's complement representation، واحدة هي بست باربعة وعشرين والتاني بماينس 17. المفروض سوري النتيجة تبقى بلس 7. طيب يبقى أنا هحط كده ال 24 وتحتيهم ال 17 بالتوس كومبليمنت، فهبتدي واحد زيرو واحد بواحد، زيرو واحد بواحد، زيرو واحد بواحد، واحد واحد تبقى زيرو معايا الكاري واحد، واحد واحد تبقى اتنين يبقى زيرو معانا الكاري واحد، واحد وزيرو يبقى واحد وواحد يبقى اتنين يبقى زيرو معانا كاري واحد، واحد وواحد وواحد تبقى زيرو معانا كاري واحد لان في اتنين كده واحد، يبقى واحد وواحد تبقى ايه؟ زيرو معانا الواحد. يبقى لما اجي اجمع العدد اللي طلع بالبلس يبقى هعمله حوله لغايه لديسيمال هتلاقيها بلس 7، طبعا ايه؟ صح. هنا المسألة بقى عايزة added two number in two's complement representation اللي هي plus minus 35 plus 20 هيديني المفروض minus 15. طيب تعالوا الأول عايزين نعمل representation لل minus 35، فهبتدي أشوف ال 35 دي هتتعمل بالإيه؟ بالباينري كام؟ فأنا هاخد 1 و 32 زائد 2 زائد 1 يبقى 35، يبقى هحط تحت الواحد هنا 1، تحت الاتنين 1، وتحت الواحد 32 1، يبقى 35. بعد كده هعمل إيه؟ نعمل توس كومبليمنت بتاع is plus 35 علشان نمثلها، يبقى الواحد هينزل واحد، بعد كده نبدل الواحد هيبقى زيرو، الزيرو هيبقى واحد، الزيرو هيبقى واحد، الزيرو يبقى واحد، الواحد يبقى زيرو، الزيرو يبقى واحد، الزيرو يبقى واحد. بعد كده عايزة ايه؟ امثل او اعمل representation للعشرين. العشرين هنا هحط تحت الستاشر زائد اربعة،
يبقى هنا هنا واحد وهنا واحد، يبقى بلس 20 اللي هي 0 0 0 1 0 1 0 0. يبقى دي أول خطوة. بعد كده بقى نبتدي نجمع. طيب هنا بقى عايزين نقاد تو نمبر اللي هو ماينس 35 و20، هنحولهم ماينس 35 نكتبها بإيه؟ بالتوس كومبليمنت، والعشرين هنكتبها بالتوس كومبليمنت، طبعا دي بلس فمش هتتغير، وهنبتدي نجمع. يبقى 0 1 ب1، 0 0 ب0، 1 1 ب0 معايا كاري 1، 1 و1 يبقى 0 معانا كاري 1، يبقى 1 و1 1 3 يبقى 1 ومعايا كاري 1. هنحط هنا 1 بلس 0 و0 يبقى 1، 1 و0 ب1، 1 ب0 ب1. هنحول دول، يبقى ايه لو جينا كده حولناهم، هتلاقي هنا الواحد ده هينزل زي ما هو، بعد كده هينزل هيغير بيبقى بواحد، وهنا بواحد، وهنا بواحد، وبعد كده صفار بقى. ايه الرقم ده بكام؟ بماينس 15. انا عارفه ان هنا دي ادي واحد، يبقى الواحد ده يبقى ادم موجود، يبقى هنا بالماينس، واجمع دول يبقى 15. طيب هنا بقى عايزه اجمع بلس 127 و3، هيدوني 130 المفروض. تعالوا ما نشوف هيعمل ايه. ادي 127 اللي هي كلها واحد وزيرو، لان هنا بلس، البلس 3 1 1 و0 صفار. تعال نجمع 1 1 تبقى 0 معانا الواحد، 1 و1 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 يبقى 3 يعني 1 ومعانا 1، 1 و1 2 يبقى 0 معانا الواحد. يعني لا اما تعملوها كده لا اما تعملوها زي القاعدة على طول الاول وبتعمله. انا بشوفها كده، يعني هنا لو 1 و1 يبقى 2، 2 بنكتبها زي 0 معانا الواحد، خلاص. 1 و1 2 يبقى 0 معانا الواحد، 1 و1 2 يبقى 0 معانا الواحد، 1 و1 و1 يبقى 2 يبقى 0 معانا الواحد. هنا ايه 1 و0 و0 تبقى ايه 1. طيب لما نيجي نشوفها يبقى دي بالماينس، صح كده؟ الماينس اللي هنا يبقى انا هقلب كلها كده ايه، يبقى دي دوس كومبلمنت وعايزه ارجعها لاصلها. يبقى انا لو جيت هنا عشان ارجعها، الزيرو ده هينزل زي ما هو، الواحد هينزل زي ما هو، بعد كده الزيرو هيبقى واحد وواحد واحد، سوري هنا واحد طبعا، وهنا واحد، وهنا واحد، وهنا زيرو. يبقى لما اجي اجمع دول يبقى 126 بالماينس. طبعا إجابة خطأ. ليه؟ لأن حصل overflow، لأن إحنا عندنا الإيه المفروض إن أنا السبع أرقام دول أو السبع أرقام أو الثمان أرقام الثمان أماكن دول المفروض ما ياخدوش 130، فكده حصل إيه overflow. ناخد بالنا بقى ان الرينج اوف نمبر ان توس كومبلمنت دايما بتريبريزنت بايه، من الزيرو لايه لغايه بلس 2 اس ان ماينس 1 ماينس 1، وبالماينس تبقى من الزيرو ل 2 اس ان ماينس 1، دي طبعا بالماينس. فناخد بالنا احنا ايه علشان ما يحصلش مننا اوفر فلو او اندر فلو. يبقى انا هنا يعني الارقام بالتوز كومبليمنت بتبقى من الزيرو وتمشي كده بوزيتيف لغايه 127، ومن ماينس واحد بتمشي ايه نيجاتيف نمبر لغايه ماينس 128. When you do arithmetic operation on the number in the computer, remember that each number and the result
should be in range defined by the bit allocation. يبقى ناخد بالنا ان هي ايه لما نجمع او نطرح بتبقى في ايه في رينج معين، يبقى ما نطلعش عن الرينج ده ولا نقلش عنه علشان ما يحصلش خطأ. هنا المسألة بتقولك subtract 62 from 101 in 2's complement، يبقى أنا عايزة أمثل ال 101 وال 62 طبعا بالماينس. يبقى أنا دلوقتي ال 101 هبتدي أشوفها أجمعها إزاي، فأكتر حاجة ليها اللي هي 64، هجمع 64 واتنين وتلاتين يبقى 96، أجمع عليهم 4 يبقى 100، أجمع عليهم 1 يبقى 101، ودي بالبلس يبقى هنا 0. نيجي لل 62، 62 هجمع 32 على 16 تبقى كام بقى؟ يبقى 48، و 8 يبقى 56، و 4 يبقى 60، و 2 يبقى ايه 62. يبقى انا هحط الوحيد كده مكان ما انا ايه جمعت. بعد كده هبتدي اعمل ايه توس كومبليمنت، يبقى لل 62 عشان امثلها بالماينس 62، فزي ما احنا عارفين الزيرو الاولاني هينزل، الواحد الاولاني هينزل زي ما هو، وبعد كده اعمل ايه اقلب بقى، الواحد يبقى زيرو، الواحد يبقى زيرو، الواحد يبقى زيرو، الواحد يبقى زيرو، الزيرو يبقى واحد، الزيرو يبقى واحد. يبقى ده ماينس 62 هو ده البيت باترن بتاعه، ودي ايه بلس 101. المفروض بقى ايه بعد كده هنبتدي نجمعهم مع بعض بالبلس طبعا ونشوف الريزلت. طبعا احنا بمجرد النظر كده لو شفناها هتبقى كام؟ 101 ناقص 62 يعني 39. اوكي هنشوفها ازاي بقى تتجمع باستخدام التوز كومبليمنت في السلايد اللي بعديها. طيب هنا بيقول لك سبستراكت ايه 62 فروم 101 ان توز كومبليمنت، يعني 101 ماينس 62. طيب انا ممكن ايه اخليها 101 بلس ماينس 62 وامثل اللي ماينس 62 بالتوس كومبلمنت واجمع عادي جدا خلاص. فهو هنا ال 101 بقت يعني الريبريزنتيشن بتاعتها اهي، الماينس 62 الريبريزنتيشن بتاعتها اهي، هنجمع يبقى ادي 1 1 1 زيرو زيرو، واحد وزيرو بواحد، واحد بواحد تبقى بزيرو معانا الواحد، الواحد هنا مع الواحد هتبقى زيرو معانا الواحد. لما هنا طبعا طلعت بالبلس، لما نيجي نترجمها طبعا هي اخر زي ما احنا قلنا الكاري الاخراني ده بنعمل له ديسكارد، يبقى طلعت 39، يبقى الاجابة كده صحيحة. The lecture خدنا 3 category of operation performs on data. خدنا ال unary وال binary logic operation on bit pattern. زي ايه؟ زي ال not ال unary، زي ال binary ال and وال or وال xor. بعد كده عرفنا ايه الفرق ما بين ال logical shift operation وال arithmetic shift operation. بعد كده عملنا logic shift operation on the bit pattern. بعد كده عملنا ايه؟ عملنا يعني شفنا حبة application على ازاي نعمل logical and اللي هو ال shift operation، زي ايه؟ زي setting وال unsetting وال ايه flipping bits. بعد كده عملنا خدنا الايه ال arithmetic shift operation on integer اللي هو كان ممثل بايه بتوز كومبليمنت فورمات.
كده ان شاء الله. يا ريت طبعا تكونوا تسمعوا المحاضرة دي قبل حلقة المناقشة علشان نشوف ايه المشاكل اللي عندكم. موضوع في المسائل وفي الحاجات دي. وان شاء الله نتقابل ان شاء الله في حلقة المناقشة يوم الاربعاء القادم بإذن الله. ربنا يوفقكم وان شاء الله بالتوفيق والنجاح والتفوق بإذن الله. السلام عليكم.